بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي مولاي عبد العالي السلامة. بغيت نتحدث على واحد الواقعة وقعت لنا، مشكل ديال الودادية. انخرطت في واحد الودادية سكنية سنة 2007 2008، هي تأسست في 2007 من طرف واحد 3 ديال الاشخاص هما اللي كيكونوا المكتب ديالها. جيم شين هو الامين، و ميم حاء هو الرئيس ديال الوداديه. انا انخرطت باعاز من واحد الصديق ديالي، صديق العائله، اللي هو في نفس الوقت من الأقارب ديال الأمين ديال هاد الودادية. على كل حال انتقلنا لمدينة بنلال والتقيت بهاد الأمين. خلصنا 200 درهم ديال بطاقة الانخراط، طلعونا على بعض الوثائق اللي هي لو تيتر ديال هذيك الأرض اللي مشرية باسم الودادية ومحفظة باسم الودادية، والكروكي ديال البلان ديال التجزئة اللي فيه 43 بقعة زائد 2 البقاع، يعني مرافق عامة أو عمومية. بحال إلا بغاو يديروا فيها شي حاجة، شي مسجد ولا شي روض أو شي حاجة عامة اللي غادي يستافدوا منها. هما كيقولوا بأن هاد البقعة راها موجودة محفظة، خصنا غير نكملوا العدد ديال المنخرطين اللي هو 43. يعني الأمور تتبان مزيانة وما كاين حتى شي مشكل مادام الأرض مشرية ومحفظة وباسم الودادية، وواحد الودادية اللي كينظمها القانون، يعني الوداديات كلهم تيشتغلوا في إطار القانون، والناس عندهم وصل الإيداع ديالهم، يعني الأمور قانونية 100%، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاينش مناش غادي يخاف الإنسان. بناء على هذا الشيء مشيت فيرسيت الفلوس ديال 120 ألف درهم اللي كينص عليها القانون الأساسي. 120 ألف درهم يعني 12 مليون، فيرسيتهم في مصرف المغرب اللي في بني ملال، وجبنا لهم الوصل وصدقنا على القانون الأساسي اللي عطاونا نصدقوا عليه في اطار القانون، في اطار ما ينص عليه القانون. واعطيناهم بطاقه التعريف الوطنيه الى يعني ملف متكامل، وافترقنا على هذا الاساس. الله يسخر الله يسخر، مشينا فحالنا ونحن نطمح في انهم بعد واحد شهرين او 3 شهور او 4 شهور غادي ينتهي العدد ديال المنخرطين وغادي تبدا الاشغال، وعلى اساس انه غادي يبقى الاتصال بيناتنا مع هذا المكتب، وغادي يوقعوا اجتماعات يحطونا في الصوره ديال الوضعيه القانونيه والوضعيه العمليه ديال هذه الوداديه. الشيء اللي ما حصلش. بعد واحد المده ديال 3 شهور او 4 شهور اتصلت، بديت كنتصل بالسيد، قال لي راه مازال ما كملش العدد ديال المنخرطين، والارض ها هي. ومشيت لعندو وداني وراني الارض ديال سميتو فيها الزيتون باقي بالشجر ديالها، ما كاين حتى شي حاجه اللي دارت. ورانا بان كاين واحد الطريق ديال الخمسين اللي غادي تدوز من تمايا، طريق الخمسين اللي غادي تدوز من حدا هذيك الارض، واللي باقي فيها واحد الاشكال خص يتقطع يتشرى واحد الطرف من بعد. لحسن الحظ غادي يقولوا لنا بان هذيك الطريق راه ما بقاتش غادي تدوز، ما قيسناش بعدات شويه، وبالتالي راه ما بقى حتى شي مشكل. مزيان، بقينا كنتسناو اليوم غدا اليوم غدا، كل مره يعطيوك مبرر، كل مره كيعطيونا مبرر، حتى وصلت بهم واحد الدرجه ديال انهم ما بقاوش كيجاوبونا كاع، ما بقيتش كتلقى بهم كاع، كناش كنتلاقاو بهم ولا يجاوبوك حتى في التليفون. هنا بديت كنفكر كيفاش غادي نديرو، شنو ما كنعرف. يلا واحد اللي كنعرف، واحد المنخرط اللي كنعرف حتى هو من العائله ديالي. مشيت بدينا كان كل واحد، انا بعدا شخصيا بديت كنقلب على شي حل. درت واحد الصفحه في الفيسبوك،
وصادف انه ناس اخرين من بين المتضررين بحالي حتى هما كيقلبوا على انهم يتعرفوا على ناس اخرين باش نكتلوا المجهودات ونديروا ونشتغلوا جميع، نفكروا جميع ونجتهدوا جميع كيفاش نواجه هذا المشكل. فعلا حصل اننا بدينا كنتعرفوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولينا كنتواصلوا عبر الواتساب، لنا تبادلنا النماري ديالنا وبدينا كنتعرفوا. وصلنا فاش تلاقينا حنا شي 10 د الناس، لقيت راه ديجا ناس اخرين تعرفوا 5 د الناس 6. المهم تلاقينا حنا 10، من بعد زاد العدد ولينا شي 18 ولا 20، ولينا كنتلاقاو بين الحين والاخر في بني ملال. كل منين كيجي شي كيجي من قلعة السراغنة، شي كيجي من الشماعية، شي كيجي من شي كاين غير في بني ملال، انا كنجي من ازيلال، شي كيجي من الرباط، شي كيجي من سطات. المهم هما الضحايا ديالهم مزلعين، والأغلبية كاينين في الديار ديال المهجر. على كل حال بدينا كنفكروا اشنو غادي نديروا. تواصلنا مع السلطات المحلية، درنا شكايات للسلطات المحلية، صرحنا لهم الوضعية كيفاش دايرة، وطلبناهم بالتدخل من أجل حتى هؤلاء أو هذا المكتب هذا على عقد جمع عام، لأن الفترة اللي كينص عليها القانون اللي هي 7 سنين راه فاتت من 2007 حتى 2014. حنا في هذه المرحلة هذه فاش تلاقينا راه 2019 ولا 2020، 2020. المهم وتواصلنا مع السلطات ومشينا عندهم باش حطينا ديك، وتواصلوا معنا، درنا لجنة اللي كتتابع هادشي، ما كنمشيوش مجموعين. على كل حال نجحنا في انه هاد الناس يعلنوا على عقد جمع عام، ولكن الطريقه حاولوا يلتفوا على المساله ويديروها بواحد الطريقه اللي تعتبروها هما بحال الا بغاو يخدمونا بهذا الشكل هذا. من جهه غادي يكونوا علنوا على الجمع العام، ومن جهه ما غاديش يجي حد، لانهم هما خبروا السلطات، داروا اشعار للسلطات بعقد جمع عام، وداروا رساله كراو فيها واحد القاعه في واحد الوطيل ديال البساتين، صيفطوا رساله لهذيك الاداره باش يخصصوا لنا القاعه نهار الفلاني، نهار 2 جوج 2019 ولا 2020. على كل حال لا داك الشيء راه مضبوط، عندنا الوثائق راه كتارخ داك الشيء، ما كاين حتى شي مشكل. انا غير دابا ما كيحضرنيش التاريخ بالدقه. هما اشنو قصدوا ملي داروا هاد الرسائل وما خبروناش كمنخرطين، ما خبروناش بعقد الجمع العام التاسيسي، بعقد هاد الجمع العام التجديدي او الجمع العام العادي، ما خبروناش. علاش ملي بدينا كنناقشوا حنا بيناتنا علاش داروا هاد العمليه وسربوا هادوك الوثيقتين ديال الاشعار وديال الكره ديال القاعه، سربوها بطريقه او باخرى، توصلت لبعض الاشخاص المنخرطين عندنا، بعضهم واحد ولا جوج، باش هما يقولوا احنا درنا اللي علينا، ولكن وحضرنا القاعه وكرينا القاعه وملي جينا راه ما جاوش الناس، ما عرفوش هما بانهم راه ما خبروناش. ولكن مع ذلك حنا ناقشنا المساله وقلنا بون، الا كانوا هما بغاو يفكروا بهذه الطريقه هذه حنا غادي نكونوا اذكى منهم، وبدينا كنتواصلوا مع المنخرطين كاملين باش يحضروا في هذاك الوقت المحدد، في هذاك اليوم الموعود. وفعلا لان نسيت ما قلت لكمش بانه ولينا كنتعرفوا حنا ما لا يقل على 84 متضرر، 84 متضرر ولينا كنتعرفوا. تواصلنا فيما بيننا عبر الواتساب وعبر ولينا كنتعرفوا، وتواصلنا وخبرنا الجميع بضرورة الحضور لهذا الجمع العام، ولكن اللي استطاع يحضر هو شي كدا 60 64 65 هكاك اللي حضرات في هذاك الجمع العام اللي علنوا عليه هاد الناس هادو. جينا في الوقت المحدد 64، الناس جاو معولين كيف ما قلنا على هذاك الشيء اللي شرحت لكم بانه غادي يجيو ما غيلقاو حد،
تفاجؤوا بحضور واحد العدد هائل من المنخرطين، يتجاوز النصف، يعني يتجاوز النصاب. الا كنا بغينا نعتمدوا غير على الوثائق اللي عطاونا، راه البقعة الأرضية اللي شارين ما كتجاوز شي 43 منخرط، وبالتالي النصاب راه هو 22 او لا 21.5، 22 نقول. ف تفاجئنا بان البقعه اللي هي 43 راه ما كان فيهاش، راه الاعداد ديال المنخرطين كثار، وما عرفناش لحد الساعه بالضبط شحال هو العدد. هما صرحوا من بعد، غادي نجيو لهاد النقطه في المحكمه، بانه العدد راه 123 منخرط، ولكن تتبقى تصريح فيه بزاف ديال الشكوك، اما بالسلب او بالايجاب، اما يكون العدد اقل او العدد اكثر، ما عرفناش بالضبط شحال. دخلنا للقاعه، الناس جلسوا قدامنا في المنصه باش يسمعنا، بانهم تيقولوا لنا خويا السلام عليكم. وعليكم السلام، سمحوا لنا على التاخير، حنا جينا اليوم غير باش نتعارفوا ونقولوا لكم باننا راه لم نعد قادرين على تحمل هذه المسؤولية، وبأننا فشلنا في تسيير الودادية، وبأننا بغينا نتنازلوا باش الشيء مكتب جديد يسير هاد الورش هذا، وحنا غادي نبقاو كمنخرطين نتعاونوا جميع حتى نوصلوا هاد الورش هذا لبر الأمان. إذا شي على شي موعد آخر نديروا فيه تجديد ديال المكتب. وهنا بدات تدخلات الاخوان، الله يخليكم، راه هنا 14 عام هادي وحنا كنتسناو، اليوم جيتو نتوما علمتو على جمع عام نتوما، خصكم تهيئوا ليه ودابيو المالي ونديروا واحد جدول اعمال اللي غادي نتفقوا عليه هنايا. نقترحوا مثلا، حنايا كنقترحوا اننا نعدلوا القانون الاساسي ونجددوا في هذا النهار. هنا جدول الاعمال اللي كنقترحوه هو انكم تعطيونا التقرير الادبي والمالي ونعدلوا القانون الاساسي ونجددوا المكتب. هذا هو جدول الاعمال اللي خصنا نناقشوه الان وننفذوه اليوم، ما يمكنش مازال نتسناو 14 عام واحده اخرى باش واش نلقاوكم ولا ما نلقاوكم بزز باش علنتوا على هذا الجمع العام. قولوا لنا، جيبوا لنا، كنتو نتوما دابا استصغرتونا وما تحملتوش مسؤوليتكم وما درتوش معنا ما لا انسانيا ولا قانونيا ولا حتى حاجه، ما اعتبرتوها نتوما في هذه العلاقه اللي كتجمعنا في اطار هذه الوداديه. شنو هو يعني تجي انت بيدك طوال ما تجيبش لينا، ما تعطينا حتى فكره على فين وصل الوداديه؟ قال لك واش الشيء اللي عطى الله؟ قلنا ليه اللي عطى الله هو اننا الان استطعنا اجتمعنا احنا في البيت باقي احنا اسياد القرار ديالنا، غادي تعطيونا التقرير الادبي والمالي، راكم عارفين اشنو 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 درتو في هذه الوداديه، عارفين فين وصلتو، عارفين اش الارض اللي شريتو شنو هي، اشنو جبدوا لنا شي حاجه، قنعونا، جبدوا لنا غير شي حاجه، بردوا هذا الغليل ديالنا، شفيو لنا الغليل، راه حنا عطشانين لمعرفه المعلومه. حنا منخرطين، عندنا الحق عليكم، نتوما غير مسيرين، حنا اللي درناكم مسيرين، او على الاقل هذوك الناس اللي حضروا في التاسيس هما تاقوا فيكم وداروكم مسيرين، فكونوا في مستوى المسؤوليه. الله يخليكم، دابا غادي تنعزلوا، الله يجازيكم بخير، غنعطيكم واحد الوقيت، خذوا نص ساعه، خذوا ساعه حتى تديروا لنا واحد التقرير، قولوا لينا غير الخطوط العريضه ديال هاد الوداديه، اشنو شحال ديال الارض شريتو، شحال دفعتو الفلوس، شحال جمعتو الفلوس، شحال من خريطين كاين، شحال صرفتو، شحال باقي، اشنو هي الفائض، شنو هو العجز، اشنو هي المشاكل اللي تلقيتو، شنو هي المشاكل اللي عطلتكم في هذا الوقت، وشنو هي المشاكل اللي ممكن تعاونوا باش نحلوها، الى اخره. غير هادشي خطوط عارضه جمعوها لينا وجيو هضروا، عطيونا غير واحد الكلمه. قال لك واخا، مشاو نعزلوا واحد الساعه تقريبا، حنا بقينا كنناقشوا فيما بيننا. وبالمناسبه راك حاضر معنا مفوض قضائي، مفوض قضائي اللي استحضرناه هنايا، جلبناه باش هذاك المفوض القضائي جبناه باش يدير المحضر ديال الجلسه، محضر ديال الجمع العام، ما ندونوش حنا، ويكون محضر قانوني مصادق يعني مشهود عليه من طرف هذا المفوض القضائي، لكل غايه مفيده، يمكن هذا الشيء باش يكون محضر
عنده واحد الصبغة قانونية، عنده واحد القوة قانونية. جينا جا ورجعوا قال لك اودي راه ما يمكنش هذا الشيء اللي كتقولوا، راه ما يمكنش، ما عندنا ما نقولوا لكم، ما عندكم ما تقولوا لنا، بغيتوا ناجلوا لمره اخرى مرحبا، ما بغيتوش حنا غادي نسحبوا. قلنا لهم انتم ما تحملوا مسؤوليتكم، حنا ما يمكنش نسحبوا، بغيتوا تنسحبوا انتم ما تحملوا مسؤوليتكم، حنا غادي نستمروا في الاجتماع ديالنا. وفعلا استمرينا، هما انسحبوا وحنا استمرينا، بقينا كنناقشوا. عدلنا القانون الاساسي، قرينا القانون الاساسي بوند وعدلناه، الا ما قلناش غيرناه، عدلناه بشكل واحد نسبه كبيره، وتمت المصادقه عليه بالاجماع ديال الحاضرين اللي بقاو حاضرين، لانه مع طوال في المده ديال الجمع العام هذيك ال 65 واحد ما بقاتش، سجلوا الحضور ديالهم وعنوا على انهم عندهم ظروف خاصه غادي ينسحبوا، بانهم كيلتزموا بكل المخرجات اللي غادي تخرج، اللي غادي تنبثق على هذا الجمع العام، ومتفقين معنا على كل ما سنتفقوا عليه فيما بيننا كحضور الى نهايه الجمع العام. فعلا صدقنا بالاجماع ديال الحضور على هذا القانون الاساسي المعدل، ومررنا الى مرحله التجديد الانتخابات. درنا لجنه الانتخابات كيف ما تنص عليها القانون في مثل هذه الحالات، كانوا ثلاثه ديال الناس هما اللي تكونات منهم اللجنه ديال الانتخابات، اكبر ناس سنا وكيساعدوه جوج الاشخاص اخرين. وفعلا دازت الانتخابات وحضرنا كاع اللوجيستيك، الوريقات، كان تصويت سري، ودرنا السبورة وفرزنا الأصوات أمام أنظار الجميع وبحضور المفوض القضائي، ونبتقى عن هذه الانتخابات. فرزت لنا واحد المكتب جديد فيه خمسة ديال الناس، نعزل المكتب الجديد ووزع المهام فيما بينه. هاد الخمسة ديال الناس كاين الرئيس والنائب ديالو، الأمين والنائب ديالو، وكاين واحد المستشار، الكاتب، أودي الكاتب، الرئيس والنائب ديالو، والكاتب والامين والنائب ديالو، وكاتب والكاتب، الكاتب العام ديال الوداديه. خمسه ديال الناس. على كل حال صادقوا الناس على المهام، على المكتب بعد توزيع المهام، ودونا كل هاد المجريات ديال هاد الجمع العام دونات في المحضر ديال المفوض القضائي. صافي الاجتماع انتهى، رفعنا الجمع العام، مشينا في حالنا، والمكتب الجديد غادي يباشر الاعمال ديالو، يباشر المهام ديالو كمكتب يسير في هذه المرحله، هذه يسير لنا هذه الوداديه. المكتب الجديد باشر الاعمال ديالو فعلا، وتواصل ودار الملف القانوني ديالو، واتصل بالسلطات المحليه باش يوضع هذا الملف القانوني. السلطات المحليه لم تر ما قبلاش، ما رفضت انها تستلم هذاك الملف القانوني، بعد الحاح استلمته دون ان تعطي لهذا المكتب الجديد ذاك الوصل الايداع المؤقت، ما عطاتوش، عطاتو غير لي ريفيرونس ديال رقم التسجيل وتاريخ التسجيل وصافي. قالت ليه تنشوفو مع المسؤولين، لان عندكم كاين نزاع بين المكتب القديم والمكتب الجديد، فما يمكنش نعطيكم الوصل. وهما عارف قلنا لهم ودي هذا المكتب اللي كتهضروا عليه راه انتهت الصلاحيه ديالو، انتم باقيين كتحتضنوه وتدافعوا عليه، وباقيين كتعتبروه هو في الوقت اللي خصكم نتوما كنتو تبادروا وتراسلوه بان راه انتهت الصلاحيه ديالك، راه ما بقيتيش مكتب قانوني، اما غادي تجدد ولا شوف ولا الله يعاونك. ما درتوش هذا العمل، حنا جددنا. الشيء اللي ما درتوش واللي حصل هو انه هذا المكتب هذا راه اعلن على جمع عام، راسلكم، راه المراسله عندكم، وتنعقد الجمع العام بحضور ممثل ديال السلطه وبحضور مفوض قضائي، ونبثق على هذا الجمع العام هذا المكتب اللي قدامكم. قال لكم مع ذلك ما يمكنش نعطيكم، لان هاد الناس هادو راه عندكم صراع معهم، تنشوفوا فين وصلت القضيه. القائد ديك الساعه نفاقنا معاه وحددنا موعد باش نمشيو عند الباشا،
النهار اللي مشينا عند الباشا كنتفاجئوا بمفوض واحد المفوض قضائي جا وصل علينا الباشاويه، جايب لينا استدعاءات بان هاد الناس هادو راه سجلوا بكم دعوه كيطعنوا في هذاك المكتب الجديد. تفاجئنا بانه اكتشفنا بان هادوك الاستدعاءات راه التاريخ ديالهم التاريخ ديال الجلسه راه فات، وعاد هو جاي يبغي يسلمنا. بالتالي ما استلمنا والو، ما كاين ما وقع والو. ولكن ملي دخلنا عند الباشا لقيناه بان عنده هو اشعار بهذيك الدعوه اللي سجلوا بينا، فركب عليها كذلك وقال لك اودي انتم كتشوفوا دابا المساله ملي وصلت للقضاء ما بقى عندنا ما نقولوا، حتى تفكوا ملي تنظر المحكمه وتصدر القرار ديالها، المحكمه تصدر القرار ديالها جيو نعطيكم الوصل. ان دخلنا قلنا لهم ودي راه بمجرد ما تنظر المحكمه نجيو. اي قلنا ليه هو ان كان راه المحكمه دابا حنا نورمالمون حنا اللي قانونيين ماشي هما، عطيونا الوصل القانوني ديالنا، والى نهار المحكمه حكمات بحكم كيزكي الطرح ديالهم هما وكيزكي هذا الطرح ديالكم اللي نتوما غاديين معاهم فيه، ديك الساعه من حقكم توقفونا. اما دابا راه ما من حقكمش تمنعونا من واش استلمتوا عندنا واحد الملف قانوني، واش حضرتوا معنا للجمع العام، واش درنا جمع عام قانوني بحضور مفوض قضائي الوثائق هما، وعطيونا الوصل الاذاعه ديالنا. وإلا كان شي مشكل والمحكمه نظرات وطعنات فينا راه حقكم ديك الساعه قانونا توقفونا. قالوا ما كيتصنتوش هما بحال هاد الهضره هادي، وما عندهم غير طارت معزه. لا لا مشينا بقينا متبعين القضيه ديالنا في المحكمه، جلسات تتوالى. المهم في نهايه المطاف وبعد جلسات عديده صدر واحد الحكم تمهيدي بضروره تعميق البحث. هذا الحكم التمهيدي اش كيعني؟ اننا غادي نجيو في الجلسه المقبله غير حنا في جلسه مغلقه، القاضي والكاتب ديالو والمحامين وحنايا الطرفين المدعي والمدعى عليه. جينا بداو تيتصنتوا لينا تاني من جديد. ديك الوقت في الجلسات اللي فاتت كانوا غير المحامين اللي كيهضروا كيعطيو المذكرات ديالهم، الان هضرنا كاملين دخلنا كل واحد اللي عنده شي حاجه قالها، وهما جاوبوا على هذوك الادعاءات ديالنا. القاضي ملي شاف هكا قال لهم غادي تجيبوا لي، ملي شاف تعنا حنا في ديك اللائحه اللي جايبينها هما ديال 123 منخرط، على اساس ان اللي هذيك اللائحه بنوا عليها باش يطعنوا في النصاب. قلنا هذيك اللائحه حنا كنطعنوا فيها، حنا اللي كنعرفوا الوثائق اللي مسلمين لنا هو ان كاين غير 43 بقعه، يعني 43 منخرط، وبالتالي راه ما عرفناش اشنو واقع، راه كاين تلاعب في هذا الشيء. الا كانت الارض فيها 43 بقعه وحنا كنتعرفوا فيما بيننا 84 واحد وهما تيقولوا 123، يعني كاين تلاعب من هنا، راه باين كاين التلاعب. اذا خصنا ما يثبت نعرفوا فين روسنا من رجلينا، اشنو اللي خصو يكون. قال لهم قلنا لي خصهم يجيبوا لنا اللوائح ديال المنخرطين من البنكة موقعه من طرف البنك، ويجيبوا لنا الكشوفات ديال الحساب من البنكة. هادو هما الوثائق اللي غادي يثبتوا لنا شكون اللي منخرط وشكون اللي ما منخرطش، لان اي منخرط كيمشي يفيرسي الفلوس ديالو في البنكة ديال مصرف المغرب. فعلا القاضي استجاب لهذا الطلب ديالنا وقال لهم انا غادي ناجل الجلسه واحد 15 يوم تجيبوا لي هذا الشيء، تجيبوا لنا اللوائح ديال المنخرطين والكشوفات ديال الحساب. وما قال لي نعم 15 يوم ما كافيه، 15 يوم ما كافياش. قال لي مالكم واش كنتوا راه انا تخرج دابا تمشي عند البنكه ديالك تجيب الكشف الحساب، 15 يوم راه بزاف عليك. المهم رفعت الجلسه على هذا الاساس، وتحدد الموعد الجلسه القادمه اللي خصهم يجيبوا فيها هذاك الشيء المطلوب منهم. وصلت الموعد ديال هذيك الجلسه ما جابوش، جابوا طلب داروه للبنكه باش تعطيهم كشف الحساب واللائحه ديال المنخرطين. القاضي قال لهم ماشي هادشي اللي طلبت منكم، انا قلت لكم تجيبوا لي الوثائق. المهم انفعل عليهم شويه وكذا، صافي رفعت الجلسه، صافي صارت القضيه واجده. في الجلسه المقبله صدر الحكم لصالحنا عدم قبول الافتتاح، المقال الافتتاحي ديالهم اللي داروا ضدنا، وبالتالي ولينا حنا في نظر المحكمه الابتدائيه مكتب قانوني
يعني غير قابل للطعن، لان هذاك الطعن اللي رفعوه هما اللي تقدموا به راه ترفض. رفعنا شكاية لوكيل الملك بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتبديد مال عام، وسجلنا وشدينا المحامي. المهم فعلا استدعانا البوليس بالربعتاش بينا، وتصنتوا لنا البوليس الاستدعاءات ديال وكيل الملك عفوا، ولا الاستدعاءات ديال الشرطة ما تيجيوش. طوالت المدة واحد 6 شهور وحنا غير مازال ما تصنتوش ليهم. عاود ربطنا الاتصال بواسطة المحامي بالوكيل السيد وكيل الملك اللي عطاهم الأوامر تاني باش يشوفوا شي طريقة أو بأخرى باش خصهم يتصنتو يردوا لي الملف في أقرب وقت من بعد ما يتصنتو ليهم. فعلا تصنتو ليهم، جاو حضروا وتصنتو. المحضر فيه كلام عائم، جايبين قالوا بأن هاد الأرض راه شريناها برمعمية وشي حاجة ديال المليون، وبأنه راه كاينة أرض وحدة أخرى شريناها فيها كتار. في الوقت اللي عدنا حنايا في التيتر ديال اللي شدنا من المحافظة، هذيك الأرض اللي تيقولوا شراوها بربعمية وكذا شريناها غير بميتين وشي حاجة، يعني كاين تناقض، نافخين في المبالغ المالية اللي صارفين، نافخين فيها بزاف. وهذيك هذاك الرسم ديال الكتار، ديال الكتار اللي قالوا شارين وما شارينش كتار، هما غير عطاو رسم ديال الكتار فعلا. الا بقيتي كتقرا وما تمعنتيش كتلقى بان الارض راه كتار، ولكن راه شارين هما واحد 300 متر على الشياع من واحد السيده وارثه في داك الكتار، شراو غير الحق ديالها اللي هو 300 متر وشراو ب 22 مليون، ودايرين واحد الوعد بالبيع، دايرين واحد الوعد بالبيع. قال لي بانه راه عندنا واحد الوعد بالبيع، ها هو، وراه حنا عطينا لهذاك السيد اللي بغينا نشريو منه 117 مليون، 117 مليون حتى هما. هذيك هذا غير وعد بالبيع، شاري انت الارض باش ما شاريها، واش غادي تعطي في العربون 117 مليون؟ ثم هذاك السيد اللي عطيتوه 117 مليون راه غير وارث في الارض، ما من حقكم تبيعوه ولا تشريوه معاه. علاش ما من حقكمش؟ انهم عطاو ما لا يملكون لمن لا يستحق. ما يمكنش انت تشري تعطي 117 مليون والعربون تيكون مليون، جوج، 5000 درهم، 3 5 مليون ديال العربون، ما كاين مشكل ديال وعد بالبيع اللي كيتحدد المده ديال الوعد، راه غير ماشي 14 7 سنين، وعد بالبيع راه تديروا فيه الاجل ديال شهر، شهر كاع الى فات الاجل ديال شهر صافي تينتهي، في مابقاش هذاك تيولي ساري المفعول، تيولي غير دي جدوى. وبالتالي خص اولا الفلوس اللي عطيتو كتلعبوا بها حيت ماشي ديالكم، او هما اكيد ما عاطينش هذاك المبلغ، هما كينفخوا باش يديروا الطريق للفلوس فين مشاو. مليار و600 مليون هذيك على حساب اللائحه اللي مقدمينها هما ديال 323 واحد، راه اكثر من مليار و600 مليون هذيك. الى فعلا القانون تمارس بشكل وكل واحد اعطى 120 الف درهم، راه هذا المبلغ راه فايت مليار و600 مليون، فين مشات؟ هاو ما تيديروا ليها الطريق. على كل حال مشى تسد المحضر والتصريحات، ورسلوهم الشرطه الضابطه القضائيه رسلتهم الوكيل الملك، وعطاونا لي ريفيرونس باش مشينا تبعناه. لقيناه بان ردوا ليهم، رجع ليهم الوكيل، رجع ليهم هذاك الملف تيطالب فيه باش يعيطوا عليهم يجيبوا الكشوفات ديال الحساب ديال البنك من نهار فاش تاسست، ويجيبوا تصميم ديال التجزئه مصادق عليه. هاد الناس بقاو تاني ملي رجع عندهم الملف، هادوك هذاك المكتب ما استطاعش يجيب هاد الشيء، ما قدرش يجيب هاد الشيء، ما جاب لا. في هاد الحاله هادي حال وكيل الملك حال الملف على قاضي التحقيق باش قاضي التحقيق يحقق معانا جميعا. في هذا الوقت حنا اللي كنتسناو قاضي التحقيق باش يستدعينا، صدر الحكم ديال محكمة الاستئناف ب يعني تأييد الحكم الابتدائي.
اصدار الحكم ديال الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وبالتالي مرة اخرى ما كيتقبلش الطلب ديالهم او ما تيتقبلش المقال الافتتاحي ديالهم. وبالتالي راه حنا مكتب قانوني، وان هذاك التعليق عنه راه ما خداتش به المحكمة. مزيان، حنا تسنينا شدينا نسخة ديال الحكم ديال التبليغ وبلغناهم، وتسنينا الفترة القانونية اللي كينص عليها القانون، وربما يطعنوا بالنقد والإبرام في الرباط، وبقينا كنتسناو. فعلا دازت الفترة القانونية ما استنفوش. في هذه الحالة خدينا نسخة ديال الحكم، وخدينا واحد الشهادة ضبطية من مكتب الضبط ديال المحكمة الابتدائية اللي كتنص على أن الحكم راه صار نهائي، وأن الفترة اللي خص يستنفوا فيها راه ما استنفوش، وأنه الحكم راه صار نهائيا ما بقاش قابل للنقد. السلطات المحلية إلا ما سولتيش فيها ما عمرها ما غادي تسول فيك، وهما مازال ما سولوش. على كل حال حنا الآن قدام قاضي التحقيق، دازت عدة جلسات، شي 5 جلسات ولا 6، تصنت لينا، تصنتوا ليهم نفس الهضره اللي كيقولوا عند البوليس. حنا طعنا فيها في هذاك ال 43 البقعه الاولى اللي شراو، وطعنا في المبالغ اللي من فوق اللي نافخين فيها، وطعنا في هذاك المبلغ ديال 117 مليون اللي عطاو وعد بالبيع كعربون، وطعنا في اللوائح اللي هما كاين. فالقاضي حتى هو اقتنع بانه هناك تلاعبات، وقالها لهم، قال لي كيفاش انت الفلوس هنا شحال انت داير شارب، داير بانك في التصريح بان شارب 400 مليون وشي حاجه، وهالرسم اللي في المحافظه فيها غير 200. قال لي نعم السر كنعطيو النوار. قال لي شنو النوار؟ قال لي اذا، قال لي كنعطيوهم بلا وكنصرحو غير بالنصف ديالو ولا كذا، باش، قال لي باش اش، باش تلاعبوا على القانون، باش تخونوه، باش دير شنو، باش ياش. انا قال القاضي، قال لهم انا اللي كنعرف هو انه الوسيط، كاين وسيط ديال البيع والشراء، هو اللي كيدخل بين البائع والشاري، وعنده واحد النسبه قانونيه كياخذها ديال 2.5% من المبلغ اللي باش تشرات الارض. اللي خارج هذا الشيء راه ما يمكنش قانونا، راه ما كيتعتبرش عندكم ما يفيد انكم خلصتوا شي حاجه ديال 2.5% من هذه المبالغ. راه هذيك اي حاجه خارجه عن القانون راه فيها نظر. المهم ما استطعوش يثبتوا حتى شي حاجه من داك الشيء اللي قالوا، بناء على ما وصل لينا المحامي ديالنا. فاخر طلب طلب منهم قاضي التحقيق هو انهم يجيبوا ليه نسخة من الكشف ديال الحساب، داكشي اللي كيطالبوه حتى الوكيل الملك اللي طالب واللي طالبنا به غير ما مرة، واللي ما استطعوش يجيبوه. قال لهم غادي تجيبوا لنا كشف الحساب ديال البنك، وتجيبوا لنا اللائحة النهائية ديال المنخرطين موقعة من طرف البنك، بحكم أنهم فيرساو الفلوس في البنكة من التاريخ الفلاني، من تاريخ التأسيس حتى لدابا. في الجلسة اللي جات من بعد ما استطعوش يجيبوا هذاك الشيء اللي مطلوب منهم. جابوا طلب ثاني بحال كيف داروا في الابتدائي، جابوا طلب، راه درنا طلب البنكه وراه ما عطاوناش، مازال ما عطاوناش. قال لهم القاضي، قاضي التحقيق، راني نعطيكم فرصه واخيره، يعني غادي تاجل القضيه اللي هي اللي غادي نتسناو دابا في الاواخر ديال هذا الشهر هذا، باش اما غادي يجيبوا هذاك الشيء المطلوب منهم، او غادي يحكم القاضي بما يراه مناسبا بناء على المجريات ديال الجلسات وبناء على الوثائق والمعطيات اللي تصنف لها. نحن الثقه ديالنا في القضاء كبيره جدا، واملنا فيه ان ينصفنا بطبيعه الحال، لان الحق معنا، وحنا اللي متضررين، وحنا اللي فلوسنا مده ديال 14 سنه هذه او 15 سنه ضايعه لنا فلوسنا، في الوقت اللي انخرطنا في واحد الجمعيه معترف بها قانونا وعندها الوسائل القانونيه، وبالتالي راه الحقوق ديالنا المفروض انها تكون محميه
من طرف القانون، من طرف القانون، من طرف يعني الساهرين على تنفيذ وتفعيل هذا القانون بما فيه السلطات المحلية والقضاء. ثقتنا كبيرة وأملنا كبير في أن هذا المشكل غادي يعرف الطريق ديالو للحل، وثقتنا كبيرة وأملنا كبيرة كذلك في الصحافة المغربية الحرة، اللي من بينهم هذا الأخ، هذا من بينهم هذا الموقع ديال مغارب نيوز، والأخ يوسف، اللي كنتمناو أنه يوقف معنا ويحاول يعطي واحد الإشعاع لهذه القضية هذه، ويعاوننا، يعاون الحق باش والأمور أنها تاخذ، ترجع للمجرى ديالها وتاخذ المسار ديالها القانوني الصحيح، حتى لا يضيع ها 123، هاد 123 أسرة اللي عطات أموال طائلة وكتسنى أنها دير واحد قبر الحياة. كاين فيهم اللي توفى، وكاين فيهم اللي راه ديجا دبر تاني ودار وفلوسه باقيين كيدورو عند هاد الناس. شكرا لكل من يستمع إلينا، السلام عليكم ورحمة الله.